وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أشرف سينجر خبير السياسات الدولية لقناة إكسترا نيوز. أهلا بك فندم. أهلا وسهلا يا فندم. يعني هناك تحول كبير في الخطاب الدولي تجاه ما يحدث في غزة والقضية الفلسطينية، وأصبح العالم الآن لا يتحدث فقط إلا على أن حل الدولتين هو الضمانة الأساسية للسلام على الأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. طبعا ده تحول كبير جدا في الخطاب الدولي وخاصة خطاب الولايات المتحدة، ويمكن سمعنا أو شفنا تغريدة الرئيس الأمريكي على حول هذا الشأن. كيف ترى هذا التحول الكبير في هذه التصريحات؟ هو طبعا بعد صدمة 7 أكتوبر بدأ العالم يشوف إسرائيل بطريقة مختلفة، وخصوصا بعدما استخدمت الأسلحة الأمريكية والأسلحة الغربية في قتل الأطفال وقتل الأبرياء وتدمير شامل لشمال قطاع غزة وضرب جنوب غزة، ومحاولة بقى استفزاز جمهورية مصر العربية واستفزاز الأردن ولبنان وسوريا. فبدأنا الأمريكيين بدأ يدركوا أن السياسة الإسرائيلية بدأت تخرج عن أي نطاق وممكن تدخل منطقة الشرق الأوسط في صراعات وعدم استقرار إقليمي يهد ما سعت الولايات المتحدة إلى بنائه من سلام حقيقي منذ كارتر سادات إلى الآن. وهل يعني أنا أسفل المقاطعة، وهل الولايات المتحدة لم تكن تعلم بأن إسرائيل أو الممارسات الإسرائيلية ستأخذ الأمور إلى هذه الحدة أو هذا المستوى؟ في التفكير الأمريكي اللي هو بيعطي للدولة القريبة لسياساتها ولمبادئها ولأفكارها تفعل ما تشاء، يعني فإسرائيل أعطت الولايات المتحدة لها يعني صلاحية الانتقام بشكل أعمى، ولكن فجأة توصلوا طبعا المستشارين في البيت الأبيض بعدما بدأ يبقى فيه توضيح بقى، لأن رؤية جمهورية مصر العربية رؤية الرئيس السيسي في قمة القاهرة للسلام بقى في وقفة، رؤية الأردن بقى في وقفة، قطر والعالم العربي بدأ يبقى فيه وقفات للحديث أو التفكير بعقلانية مرة أخرى. فمن هنا بدأ يرسل الأمريكيين طبعا المستشارين الأقرب لجو بايدن يعني أهمهم طبعا ويليام بيرنز لما جاء قبل الرئيس السيسي، ودي هي نقطة فارقة إن احنا نشوف التحول في الخطاب الأمريكي بعد ويليام بيرنز اللي هو رئيس المخابرات الأمريكية. دي كان نقطة تحول في فكرة إن أجهزة المعلومات والاستخبارات تبدأ تشتغل، لأن طبعا كان باين إن أنتوني بلينكين بيقود الخارجية الأمريكية في طريق خاطئ، ده تقييمي. وبالتالي بدأ ينشط دور أجهزة المعلومات، وبدأ طبعا يرجع الدور المختزن للمخابرات العامة المصرية في إدارة مشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ما قبل 7 أكتوبر ونزولهم على الأرض ومحاولة تسير كل العقبات الفنية لتحقيق وقف للعنف والقتل اللي هو بدأ يبقى بشكل مجنون بعد 7 أكتوبر. أنا أفتكر أن الأمريكيين في ردة، والدليل على ذلك أن وزير الدفاع الأمريكي أعلن منذ يومين بتقديم المساعدات الأمريكية لقطاع غزة. نعم، بعتذر حضرتك دكتور أشرف سينجر على هذه المقاطعة، خبير السياسات الدولية لقناة إكسترا نيوز، شكرا جزيلا لك.